فيما له صلة بالقدس المحتلة، أكدت المرجعيات المقدسية رفضها لأي إجراء إسرائيلي يمس الوضع القانوني أو الديني أو التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها. المرجعيات اعتبرت أن اقتحام وزراء من الحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك هو رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة ولفرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى ولساحاته. إذن هنا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسين ما زالت مستمرة، ولكن هذه المحاولات والانتهاكات كما نرى يصاحبها دائما وزراء من حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يثير غضبا محليا ودوليا. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية معنا من القدس المحتلة حول هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. وحقيقة إذن دانا، يعني انتهاكات إسرائيلية مستمرة كنا نعرضها منذ قليل عبر شاشة القاهرة الإخبارية ومشاهد للمستوطنين ينتهكون المسجد الأقصى بصحبة وزراء، فماذا عن هذه التفاصيل والرفض لما يحدث من انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسين؟ صحيح، بعد التحية دعنا نقول التطورات الميدانية في المسجد الأقصى المبارك صبيحة هذا اليوم اقتحم 77 مستوطن باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة من جهة باب المغاربة المستولى عليه أصلا منذ النكسة عام 67. قامت شرطة الاحتلال بتأمين وصول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وتأدية صلوات وطقوس تلمودية فيه، ومن ثم تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، ومن ثم خرجوا من الجهة الشرقية تحديدا بالقرب من باب الرحمة ومن ثم إلى باب السلسلة. وهذا حسب الرواية التلمودية المغلوطة، فهي ليست اختيار هذه المناطق بالمناطق العبثية، بل اختيار هذه المناطق لاقتحامها سواء بالدخول أو الخروج منها تحمل رسالة سياسية تحاول هذه الجماعات المتطرفة إيصالها للعالم أجمع وللمسلمين أجمع وتحديدا للفلسطينيين والمقدسيين، بأن هذا الخط الذي جرى من خلاله اقتحامه أو جرى تم اقتحامه من قبل المستوطنين هذا هو الطريق الذي ستسلك الجماعات المتطرفة في حال تم هدم لا سمح الله المسجد الأقصى المبارك وتم بناء خراب الهيكل في ذكرى خراب الهيكل، أي بناء الهيكل المزعوم. وقد تم الكشف عن مصادر أو رسومات وبيانات توضيحية وتفصيلية أكثر عن بناء الهيكل المزعوم الثالث بدلا من المسجد الأقصى. تزامن مع هذا كله طروحات من قبل وزراء في الائتلاف الحكومي لتقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى يتمثل بمنح ما نسبته 70% إلى المستوطنين وتحديدا المسجد قبة الصخرة والساحات والأروقة التي حوله، و30% تكون مخصصة فقط للمسلمين، عدا عن فتح عدة أبواب أمام المستوطنين المقتحمين وليس حصرة وقصرة في باب المغاربة وباب السلسلة. لكن المستوطنون يقتحمون، لكن هنا برعاية يعني الشرطة الإسرائيلية أو شرطة الاحتلال، وفي نفس الوقت أيضا هناك وزراء يعني متطرفون يصاحبون المستوطنين. ماذا عن خطورة هذا دانا؟ دعني أقول لك حساني بأن حتى في القانون الإسرائيلي يمنع على الوزراء أو أعضاء كنيسة اقتحام المسجد الأقصى لأن في ذلك تحويل وجر الحرب السياسية إلى حرب دينية، ولكن وزراء هذا الائتلاف الحكومي هم يضربون بعرض الحائط ليس فقط القوانين الدولية التي تؤكد خصوصية هذا المكان للمسلمين، بل ينتهكون القوانين الإسرائيلية باقتحامهم المستفز والمتواصل للمسجد الأقصى المبارك، ولا سيما على رأسهم إتمار بن غفير الذي عادة ما يقود هذه الاقتحامات إلى المسجد الأقصى المبارك. لذلك كان هنالك تصريح وبيان من المرجعات المقدسية الدينية إسلامية كانت ومسيحية لرفض كل هذه الانتهاكات، ولربما اليوم يعني انشغال أو دخول الكنيسة الإسرائيلية في فترة الإجازة وانتهاء الدورة الصيفية هذا يعني تفرغ وزراء وأعضاء الكنيسة إلى المساس أكثر في المسجد الأقصى وفي حرمة هذا المكان وتنفيذ هذه الاقتحامات لتمرير رسائل سياسية ومن خلال هذه الاقتحامات الدينية، وهي أن حرب السيادة في مدينة القدس وأن السيادة في القدس ليست للفلسطينيين بل للإسرائيليين. لذلك تكون هذه الاقتحامات عادة يترأسها وزراء من الائتلاف الحكومي ومن الكنيسة الإسرائيلي. في الحديث عن المرجعيات المقدسية والتي ضمت أعضاء من اللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري وأيضا وزير القدس ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية وحتى الهيئة الإسلامية العليا، كانت أكدت في بيانها في اجتماع الذي عقد أمس في منظمة التحرير في رام الله بأن هذا المسجد الأقصى هو حق خاص وخالص للمسلمين. لذلك يجب هنا رد على الانتهاكات دانا
ألا يغض المجتمع الدولي الطرف عما يحدث هناك من أجل إنقاذ المسجد الأقصى وأيضا المقدسيين. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. أشكرك على هذه التفاصيل دانا.